الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى نتكلم عن حاجة حلوة جدا جدا يا جماعة، اللي بتزعل بطلوا زعل، الفرحة حلوة قوي للقلب والله العظيم. النهاردة قريت كام دراسة كده عن تأثير الفرحة على القلب. What is the effect of happiness on your brain and muscles and your body organs? Would you like me to complete this video in English for English persons or Arabic for Arabic persons? I gonna make it in عربي، نقول الفيديو ده بالعربي ونعمل واحد تاني بالانجليزي. الضحك ولا الفرحة ليه تأثير جميل جدا على الجسم، تأثيرات قصيرة المدى في ساعتها وانت بتضحك، وتأثيرات طويلة المدى لو انت على طول الحمد لله فرحان وعندك تفاؤل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مصر شكلك؟ أكيد. الله عليك الله عليك. ما انا انت ابو انس؟ لا أنا طيب ابو احمد. اصل انا قابل واحد اسمه انس، اصل المصريين قليل قوي اللي بشوفهم هنا. جاي اصلي في الجراند موسك دلوقتي المغرب، وبعد كده هسلم عليك. اسمك ايه؟ اسمي مصطفى. ازيك يا مصطفى؟ اخيرا لقيت حد مصري في البلد دي. انا ساكن في زايد، بس انا اصلا من والدي. اقول لك بعد الفيديو عشان ده لايف. خلاص سلام. اوكي، الصوت واضح ولا مش واضح؟ والحزن تاثيره ايه؟ اوكي، بفرح قوي لما اقابل واحد مصري. تخيل قابلت واحد مصري في الغربه دي، يا سلام. المايك كويس؟ ازيك يا دكتور؟ الصوت حلو كده يا جدعان؟ حلو. ايه التأثيرات بقى الشورت تيرم، او اللي هي اللي اول حاجة ان الضحك او الفرحة بتخلي الاكسجين يتدفق اكتر لاعضاء الجسم، للماسلز وللنج، فبيخلي نسبة الحرق والاكسجين افضل، فنفسك يبقى احسن، فبالتالي الاكسجين في جسمك يبقى افضل، فبالتالي يحصل ان الميتابوليزم في جسمك يبقى احسن. دي اول تاثير. التاثير الثاني وده مهم جدا 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 جدا، انه بيحسن الهارت ريت والبلاد بريشر، بيخلي شويه الهارت ريت احسن، ضربات القلب احسن، الضغط احسن. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ضغطك ساعات يعلى شويه وبعد كده ينزل شويه، يعلى شويه وينزل شويه، فبالتالي في الاخر حسب بقى، لو انا بضحك قوي وفرحان قوي الضغط ممكن يعلى شويه وبعد كده ينزل شويه، بس في الاخر كتاثير توتال بيهدي ضربات القلب ويهدي الضغط. التاثير الثالث انه بيعمل ماسل ريلاكسيشن، يهدي كده ويعمل ريلاكسيشن للماسلز، ويهدي يعني يعمل ارتخاء كده، لو عندك سبازم او عندك تنشن بيعمل حاجه اسمها سوزنج ذا تنشن. دي تأثيرات قصيرة المدى. التأثيرات طويلة المدى بقى انه يحسن المناعة بتاعت الجسم، يحسن مناعة الجسم. تخيلوا مناعة الجسم بتزيد لمجرد ان انت تضحك وانك تبقى فرحان وسعيد. تاني حاجة بيقلل الألم. تخيلوا ان مستقبلات الألم والألم في الجسم بيقل بمجرد بس ان انت تضحك كتير او تفرح كتير. وتالت حاجة انه بيحسن المود بتاعك ويخليك كده فرحان ومبسوط ومش متنكد قوي. افرحوا يا جماعة بفضل ربنا وبذكر ربنا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرحوا واضحكوا، لان الحزن ليه عكس التأثيرات، هيقلل مناعة الجسم ويعلي الضغط ويبوظ الايض الغذائي في الجسم والميتابوليزم في الجسم، ويرفع الضغط ويسرع ضربات القلب ويضايق الواحد ويبوظ المناعة بتاعتك ويعمل استرس ويعمل سبازم في الماسلز ويخلي الالم عندك ازيد. لو عندك دمل صغير يوجعك قوي، التاني لو عنده وجع جامد جدا يبقى بسيط. فتأثير الفرحة على القلب مهم قوي. شيروا الفيديو ده، اتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومة دي. كان معكم الدكتور رامي اسماعيل يحييكم من بريطانيا مدينة ليدز. تعالى ننتقل بقى من المكان اللي انا فيه. انا في وسط ليدز، وفي هنا مسجد تقريبا ما بيصليش فيه الا المصريين بس، فعشان كده قلت اروح اصلي فيه مخصوص. اسمه ليدز جراند موسك، المسجد الكبير في ليدز. حاجه بقى يعني مفتخره كده، تفرح والله، تفرح اما تلاقي مصريين هنا. لسه كنت بقابل واحد اسمه انس، قال لي ايه ده الصفحه مشهوره، ده انت عندك مليون، اما اشترك انا بقى. قلت له اشترك يا ابني، والدك ووالدتك. فافتكرت ده والده، قلت يا اصل يعني اتنين مصريين في نفس اليوم، اتاري المصريين. اهو بص، ليدز جراند موسك. اوكي تعالوا بقى ندخل نصلي دلوقتي المغرب. المغرب بيدن هنا 9:30، يعني المفروض خلاص انه بيأذن دلوقتي. 9:30 في بريطانيا اللي هي 10:30 في مصر. افرح بقى وسيبها، مفيش حاجه في الدنيا تستاهل.
تلاقي ضربات قلبك ظبطت والضغط ظبط والمود اتحسن والمسلز وعضلاتك تبقى مسترخية والمناعة بتاعتك تبقى أحسن وضغطك يبقى أحسن، والحزن يعمل عكس كل ده. أتمنى أشوفكم مرة تانية. أحب أنا أوثق الأماكن اللي بروحها. كان معكم الدكتور رامي إسماعيل، يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.